ننتقل للسؤال الأخير اللي هو كان دائما يتعلق بالقرعة. بعد فولفسبورغ عملنا حلقة وحكيت إنه عن شغلة التلاعب الاتحاد الأوروبي بالقرعة. كان سؤالي بسيط، ليش؟ شو الهدف؟ شو الفائدة اللي بده يجيني على الاتحاد الأوروبي إنه يسهل على ريال مدريد ويصعب على برشلونة؟ الاتحاد الأوروبي شايف موضوع أكبر بكثير من اللي الجمهور شايفه. الجمهور المدريدي شايف مدريد وبرشلونة وبعض الأحيان أتلتيكو، والجمهور برشلونة نفس الشيء. كرة القدم بأوروبا أكبر بكثير من هذا الكلام. أكبر بكثير من مجرد فريقين. فهم بيشوفوها بهذا الحجم الكبير، فمش تركيزهم على مدريد وبرشلونة. شو الفائدة ممكن يجي لها الاتحاد الأوروبي إنه يعطي ريال مدريد مجموعة نصف نهائي أسهل؟ ما في أي شيء. على النهائي هذا المشاهدات اللي هي احنا اللي احنا جمهور العربي، لكن بالنهايه الملعب حيكون فل، جميع القنوات حتنقله، يعني فلوس الاتحاد الاوروبي واصلته، فلوس الميلان والملعب كلها واصله، ما في شيء يتغير. موسم صار فيه مفاجاه، لو الاتحاد الاوروبي بده يتامر كانت امر بال 2004 ومنع بورتو يلعب مع موناكو. الان ما في اي سبب بيخلينا نحكي انه في تلاعب بالقرعه، ممكن الفساد اللي بالفيفا خلى الناس تامن بهذا الكلام، ممكن لان احنا من منطقه ياما مرت بمؤامرات بتخلينا نامن بهذا الكلام. لكن حتى الفساد اللي كان بالفيفا كان فساد اطول مدى من مجرد موسم، كان فساد استراتيجي، بدهم كاس عالم هون او هناك، بدهم يعملوا اتفاقيه هون او هناك، كان هدفها للعلم، يعني بالنسبه لهدول الفاسدين كانوا يبرروها بعمل صالح يعني، لكن كانوا يضطروا يعملوها بطريقه غير صحيحه. الان هذا الجزء اللي بخلينا دائما نحكيه، ليش؟ اعطيني سبب مقنع انه ريال مدريد ياخذ قرعه سهله وبرشلونه لا. ولكره القدم الاثنين نفس الحجم، للشعبيه وحب الناس لاسلوبهم وحب الناس لنجومهم، نفس الشيء حول العالم، فما في فايده انك تصعب على برشلونه وتسهل على ريال مدريد.